أكد مصدر سيادي سوداني اليوم السبت لموقع العين الإخباري أن اثنتين من أعضاء المجلس تفقدتا سجن كوبر المركزي الذي يضم رموز النظام السابق ويضم السجن الرئيس السابق عمر البشير. أوضح المصدر أن وفد المجلس السيادي ضم كل من عائشة موسى السعيد ورجاء نيكولا عبد المسيح. وأضاف المصدر أن وفد المجلس السيادي وصل إلى سجن كوبر المركزي بالخرطوم لتفقد أوضاع المعتقلين من النظام السابق، وكانت عضوة المجلس عائشة موسى السعيد قد طالبت في اجتماع سابق بضرورة زيارة السجن والتأكد من وجود رموز النظام السابق به لتقديمهم لمحاكمات عادلة.